من شتى الدول العربية والإسلامية جاءوا إلى عمان للمشاركة في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها 27. انطلقت المسابقة التي تستمر لخمسة أيام متتالية برعاية ملكية من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمشاركة 39 متسابقا يمثلون 38 دولة. مسابقة يرى القائمون عليها إنها تدلل على عناية الأردن بالقرآن الكريم وترسيخ مبادئه في المجتمعات، كما وتحمل رسائل للمجتمع والشباب بضرورة الاعتناء بقيم القرآن. هذه المسابقة في الدورة 27 تدل أولا على عناية المملكة الأردن الهاشمية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا، وأيضا هذه المسابقة تحفز الجيل على تدبر القرآن الكريم والعناية به وحفظ القرآن الكريم والتعامل مع القرآن الكريم وقيمه، ولذلك هذه رسالة للمجتمع وللشباب لكي يعتنوا بقيم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، ويصبح القرآن الكريم هو الكتاب الأول كما هو حقيقة لثقافتنا وحياتنا وكل ما يتعلق بسعادة الإنسان التي يبحث عنها في هذه الحياة. لذا هذه المسابقة بتواصلها والدعم الذي تلقاه هذه المسابقة من لدن صاحب الجلالة حفظه الله، سواء كان في شقها المتعلق بالذكور أو بالإناث، هذا أمر مهم جدا ويحقق أهداف الوزارة وأهدافنا نحن في الأردن لنشر رسالة الإسلام السمحة ورسالة عمان والقيم التي نريدها من المختلف القيم العليا التي تجعل الإنسان إنسانا راشدا يتبع هذا المنهج الرباني. ولذلك المسابقة هذه باستمرارها وبقوتها وبالرعاية فيها رسالة قوية ثابتة لا تتغير، وإن شاء الله الذين جاءوا للأردن من أكثر من 38 دولة الذين حضروا، وسيحضر بعض أيضا المتسابقين وبتحكيم دولي أيضا بعض المحكمين من خارج الأردن، أيضا فيه عناية بثقافة القرآن الكريم وقيمه. المتسابقون يرون في المسابقة فرصة لهم لمراجعة وتثبيت حفظهم للقرآن والاحتكاك بحفظة القرآن وتقييم أنفسهم في منافسة شريفة كهذه. أنا حسين الميمي من فلسطين، شاركت في المسابقة الأردنية الهاشمية على أساس الواحد يعني يمكن حفظه ويراجع ويتعرف على الحفظة من كل العالم، ومنها انه يعني بنشوف واحد مستوى بين كل الحفاظ وتجربه يعني حلو الواحد يخوضها، بتحسن اداء الواحد في التجويد في الاداء في الصوت يعني عده جوانب. لا شك ان المشاركه في مثل هذه المسابقات او المحافل القرانيه تعين الانسان على مراجعه حفظه وعلى اتقانه لتلاوه كتاب الله عز وجل، لا سيما وفيها من روح التنافس الشريف في مثل كتاب الله عز وجل. هذه المنافسات الشريفه تذكي الإنسان وتحمسه وتدفعه للرقي بتلاوته وحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابق العراقي محمد علي عبد الله، وأنا سعيد لمشاركتي في المسابقة الهاشمية في دورتها 27، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المتسابقين. لا شك بأن هذه المسابقات القرآنية والمسابقات الدولية لها دور كبير في تكريس وتثبيت الحفظ، كذلك بأن هذه المنافسة محمودة ومطلوبة، في ذلك فليتنافس المتنافسون. نشر رسالة الإسلام السمحة وبث القيم العليا التي تحتاجها الشعوب أهداف وغايات تسعى المسابقة لتحقيقها. عبد الله الشيخ، الحقيقة الدولية.